كل طريق السلامة للناس اللي قصد ربي للخدمة والعائلات خاصة اللي شدثنية وقيت العطلة. نتمنى لهم عطلة آمنة بإذن السميع العليم، وردوا بالكم على رواحكم يفضلكم من حاجتين من الكياسات سيغتو وقت اللي لازمكم تتفقدوا العجلات، وخاصة زادة انتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، ألف خطوة ولا تنجيزة. واللي يسأل على الطقس توت سويت، حرارة بشكون مرتفعة اليوم، والحرارة هي العنوان الأبرز دون منازع كما قالوا في المعهد الوطني للرصد الجوي، وين بشكون منتظر أنه القصوى على المستوى الوطني توصل حتى 44 درجة مع ظهور الشهلي، وتكون في حدود 35 درجة بالسواحل الشرقية للبلاد، الريح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب. عموما والتفاصيل الكاملة نعمل طلة توت سويت على الجمهورية التونسية اللي نبدأوها بقليبيا بطبيعة الحال 29 درجة، 34 في نابلس، 39 في تونس العاصمة، 38 36 في بنزرت، 42 درجة في باجة اليوم، 44 درجة في جندوبة، 32 درجة في تبرقة، 40 درجة في الكيف، 39 في تالا، 41 درجة في سليانة، 39 درجة في القصرين، في سيدي بوزيد 40 درجة، القيروان اليوم 42، هكا جندوبة ربحت القيروان في السخانة اليوم، مستنسة ديما قلبة بقلبة الحكاية. على كل ربي يكون في عون الناس اللي غادي نشوفوا المناطق الساحلية في هذا في الحرارة، نلقى 35 درجة تقريبا بين سوسة المهدية والمستير، 42 درجة كيف ما قلنا بكري في القيروان، ونشوفوا انه صفاق السوق رقنا اللي يسجلوا زوز 33 درجه، والطقس باش يكون صافي الى قليل السحب، 41 درجه في قفصه، سيدي بوزيد 40، 33 في قابس، 44 درجه زاد كيف كيف في توزر، وقبل اللي تسجل 42 درجه. بالنسبه الى مناطق الجنوب الشرقي اللي نلقاو درجه الحراره في جربه 36، 41 في مدنين، 40 في تطاوين، 41 في رمادا. إن شاء الله ربي يكون في العون. احنا باش نوصلوا معاكم بعد شوية، نعم نطلع على الصحف الوطنية أهم المواضيع. بطبيعة الحال سنتابع موضوع الهجرة غير النظامية في تونس، المتابعة باش تكون أمنية وثم ستكون متابعة حقوقية بطبيعة الحال.